الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. يا رب حلت. فيفا اليوم نزلوا لكم حدث اسطوري، نزلوا الدفعة اللي على اليسار ويمديك تطورها بالمهام ويصيرون نفس الطاقات اللي على اليمين، مثل ما تشوفون يمديك توصل دي بروين 99، بس هل بيجيك دي بروين؟ هذا هو السؤال. عندنا ديفيز، انزو فرنانديز، دي بروين، وعندنا ريناتو سانشيز طبعا. وانا جاني نبيل فقير قبل ما ابدا التصوير، فحلقة اليوم ان شاء الله راح يكون فيها باكجات وراح يكون عندنا مباريات باذن الله. من زمان عن المباريات، من زمان عن تشكيلتي ترى صاروا فيها تغييرات زي كذا. طبعا لو تلاحظون فوق يعني مليونين، من بايع يا عبد الله وش شريت وش بعت؟ لا ما شريت احد. متجر بروكلي يبيع الكوينز، نعم متجري ضبطت لكم الاسعار يا اخوان. المليون صار ب 89 ريال، تخيلوا المليون، يعني انا ارخص متجر موجود في السوق. نعم، ومو بس المليون اللي نزل سعره، طبعا كل الفئات، بس انا اعطيتكم مليون كمثال، صار ب 89 ريال. والمليون الحين فائدتها باللعبه مره عاليه، فاذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز، او الرابط عندك هو رابط متجري، خش واشتر كوينز وزي كذا. طبعا فيفا حاطين باكج اسطوري في شو اسمه في المتجر، فبنشيك عليه نشوف هل فيفا راح يطلعوا لي لاعب قوي ولا لا. خلينا نشوف وش الباكجات اللي هو هذا. يقول لك 15 لاعب كلهم 85 وفوق، مع ثلاثه او اثنين انا احسبهم ثلاثه اقرع من القهر، مع اثنين 88 واعلى، بس عندك 15 مضمونين. يا ساتر 85 ومديني افتحها مرتين. تم يا اخوان، اليوم راح انزل لكم دي بروين وريناتو، واحد منهم بنجربهم. طبعا اوريكم التشكيله بس قبل الباكجات، مثل ما تشوفون هذه تشكيلتي. طبعا الفتره هذه اللي ما نزلت فيها لكم التيم تيم تغيرت التشكيله مليون مره، وجو شباب وراحه، وجاني مالدين من الباكجات لو تشوفون، مو باكجات لا، باكج الايكون جاني مالدين، الحمد لله جانا ايكون كويس بعد الظاهره. واللي بجربهم جديدين اليوم، راح اجرب اكونيا وبجرب جافي، وراح اجرب في لاعب برضو اتوقع في الدكه، اي فيجو جيت اجربه بدال اكونيا، بس يعني صارت لخبطة في الوسط، فيجو طلع لي واكونيا سويته وصارت لخبطة. بس انا الصراحة متحمس لاكونيا اكثر الصدق، واسطورتي لا زال في التشكيلة ولا زال يبدع ويمتع ويسجل اهداف ويسكت الخصوم. بس قبل راح نفك الباك، راح نفك الباك وبعدها مباريات، نخش مباريات على طول، لازم يجينا من الحدث. انا قلت لكم جاني نبيل فقير، عاد نبغى اكثر من نبيل. 400,000، شوف كوينز متجر بروكلي ايش يجيب لك، شوف. طبعا اصبروا جوا ها. يجيب لك بنزيمة مسلم، اتمنى في حدث جوا تكفون ها عشان فجر يعني. اثنين حدث، يا ساتر. شفتوا متجر بروكلي الكوز ايش يجيب لك؟ يا ساتر، ويرنر فلهوفيتش ونبيل فقير، كافاني والعيال، والله ريتات الارض. طبعا نبيل فقير نشبه، بشوف لي تحدي احطه فيه. دائما اقول لكم متجر بروكلي يا اخوان، سبحان الله. عاد لا تصدقون ترى اقولها مزح، بس يعني اذا حاب تشتري كوينز متجري تحت. اتوهق الحين واحد يشحن ويقول ما جاني شيء، لا بس انه ان شاء الله يجيك شيء باذن الله، ندعي لك نعطيك مع الكوينز دعوه. طيب ما في تحدي احطه فيه، والله ما في تحدي يا عيال. تدرون ابعطيك اكسل وبرجع من التطبيق بعدين لو احتجته، خلاص بس لاني لازم افك الباك. طيب بنفك هذا الباك، وممكن نهايه حلقه اليوم نشوفنا كم باك من ذولي. هذا كم نسبه فيه؟ 17 توقعته والله اعلى. هذا 10، هذا يا شباب وراكم يعني هذا قوى شيء. يلا نفكه قبل المباريات، شوف متجر بروكلي. لا خلاص ان شاء الله يجينا شيء. يلا يا رب يجينا شيء حلو. وكوت معناته مع ناس اقوياء، فان دايك كويس عرفته من قبل لا يطلع، مع دي بروين او ريناتو حسب الحنكه اللي عندي والخبره. طيب كويس يعني اثنين من الحدث، فلهوفيتش مره ثانيه مع ذا الحبيب. طيب عاد انتم، انا معطيكم كوكسل، انا برجع فقير بعد شوي من التطبيق. نشوف النيو، ما شاء الله كل هذول جوني يا اخوان بس من باكجين، فاللي ابغى اجربه منهم الصراحه ودي ويرنر. نبيل فقير والله طاقته حلوه بعد. اوكي بنلعب مباراه الحين، راح اجرب جافي، راح اجرب اكونيا وراح اجرب جافي، وطبعا انتم تابعوا يا عيال هذا اقوى ال بي في اللعبه، ترى اللي ما سواه فهو خسران. شوفوا الاسيستات، اهجم وارفع نفس حركه جورديبا في الصد. طبعا لو تلاحظون انا عندي بالدي هنا، بس راني العبه سي ام، ومو بشرط بالدي ترى، احيانا العب فريم بونك، فهمتوا؟ هذا المركز كل شوي يتغير، مره فريم بونك، مره بالدي، مره دخل ديفيز، عند ديفيز بالنادي. اوكي اول مباراه، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم التشكيله فشل فلكي. اول خصم بدعسه، شو اسمه؟ حرس اخرس، ها احرس
خالص. كاتب احرس انت سبعة حاء خبرها. رجال فاضي نتناقش على الاسم. اعطني المباراة بس اعطني المباراة. بوفون حاط سي بي. طيب هذا راح ينجلد باذن الله. عاد من زمان ما نزلنا التيمت، يعني بتشوفون احتراف. ها بتشوفون احتراف ان شاء الله. بتشوفون صدقوني صدقوني بتشوفون احتراف. اصبروا شوي بس انت. يلا 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 معاي 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 معاي. متسلل متسلل وبغيت اغص، يعني هجمه كلها غلط. طبعا جافي يا عيال غبي. نحن اقول لكم للحين انا اول مره اجربه بس انا احسه زي كذا. حلو حلو. خصم خصم يبي له تركيز شوي يا عيال. ها خصم يبي له تركيز. طيب اخلص عاد اخلص. يو كيف صدها يا عيال ايش في حلقي بعد مو بوقته. بالله شلون مرت ذي. انا اسف جافي وش فيني سبيته وطلع احسن لاعب الى الان. والله شكل جافي هو اللي بيلعب سي ام، وش رايكم؟ حلو جوردي. يلا يا عيال خذ. انا ايش فيني مستعجل؟ والله صدق ايش فيني مستعجل. التمريره الخاطئه ضاعت وضاعت الكره من الفريق. بينيه مثاليه خلف المدافعين. يا الله يا رافينيا اركض اسبق المدافع ايش فيك. هلا كنسلو جافي طلع زين. كنت ماخذ عنه صوره انا. سي الظاهره يا يا الظاهره. وش الشوت ها ملعوبه الى نيكولاس بيبي. الحمد لله والشكر. يلا يلا معي. الثقل بادي يشتغل. وصلا ما طفى اصلا بدايه الجزء. يا الخصم اللي زي كذا اللي تحسه سابك بس ما ادري شلون يسيطر عليك فتحس المشكله منك. هذا اكثر خصم يشكك بنفسك. روح يا عيال واضح واضح الجيم في استهبال صح. يلا شباب الوسط فاضي لنا الوسط فاضي لنا. عطها جافي جافي جافي. ليفاندوسكي وش فيك طحت زي كذا. نهايه الشوط الاول شوط بايخ. صفر صفر بايخ بايخ بايخ. عاد انا الصدق مالي فرص والله يا عيال. ثلاث تسديدات بس. ضعيف ضعيف هجوميا انا لازم ازيد الرتم الهجومي عشان اسجل. هاي والله ما فيها فاول يا حكمة المباراة. انتي تحسينها قوية بس هي ضعيفة. حول هدف هدف كان. ولا زال الأعظم في هذه اللعبة ليفاندوسكي. والله كونيا في ثقل يا عيال الصدق. بس ممكن انه عادي عادي نعطيه فرص أكثر. ممكن أتعود على اللعبة. وشو الحين ذي؟ سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يحسبني بناول يا عمري يا جوردي. اوكي ليفاندوسكي. اخ القهر. زنون اكوني يبي له محرك بس ما يحرك. لا لا يبقى بس صدق يبي له محرك. وش فيك يا الظاهره راجع زي كذا؟ خير ان شاء الله. جوردي يا سلام. اكونيا رافينيا. اوهو يا الجول. نعم الشوط الثاني. هذا شوط المدربين يسمونه. ما له دخل. اي والله ما له دخل. الموضوع عندك يا البا. تعال طلع عند الظاهر الموضوع. بوسكيت مقطع بالسيجان. ها زحف. حلو حلو. اي حط حط ضغط حط ضغط. انا احب اللي يحطون ضغط. ما فوز الا اللي يحطون ضغط. احبهم انا. اوكي احب اللي يحط ضغط انا. اخلص اخلص. خلطه لخبطت يا شيك خصمي. وراك توترت وعرقت حالتك حاله.
طبيعي طبيعي طبيعي. هتحط ضغط اكثر بس. قوية التمريرة لكن بتروح سهلة لحارس المرمى. وراه. شكله زعل يا اخوان. والله زعل زعل زعل. مبروك الانتصار. العودة. بجرب الحين بمحرك تمام؟ ما ادري احس في شوي ثقل شوي. او انا تعودت على فيراتي مرة خفيفة. بجرب اعطيه. خلاص بنعطي محرك. ونشوف اكونيا. بس عموما قطع الكور زي كذا ممتاز الصراحة عنده. اوه وش دي اي لاف كرويف يعني كرويف بيجلدني واضحه صريحه. اول مره واجه اوسمان يا عيال. نشوف شو وضعه. ليبي طريقه الجليتش تواصل معي في الفيسبوك. هذا شكله قوي يا ابن الحلال. معليش سجلنا عليك كوف. وش فيك؟ اعطوني اي لاعب حتى. وش فيك؟ متى متسلل يا السبك؟ قال له قاري اللعب. كذا الوضع. وش عبد الله ايش اكتشفت؟ والله ما ادري بس في هو في وضع. يا رافينيا اعطوني بديل الرافينيا. يا عمري يا كونيا. لا حليو حليو الولد حليو. ما شاء الله لعيبته يتحركون من نفسهم. يا شو اسمك؟ جيبه يا مالديني. ليفا ليفاندوسكي وكور رافينيا. حلو قطعته. تكفى دبي يا عمري. لو يا ليفاندوسكي دبل ولا مقص ولا اي شيء. ليفاندوسكي حرام ما خبرناك كذا. هذا ليفا على طول يعوضك على طول. لا لا كون يا رجال مع المحرك. ارجع القم راح حس ها؟ هذا ايش فيه هجم 17 لاعب عنده؟ سلامات. كل التشكيلة تهجم. بسفرك البرازيل تفهم؟ هذا مو برازيل ودي السنغال. نهاية الشوط الأول جميل الشوط بس لازم أكمل على نفس الرتم يا عيال لأن خصم فنان خصم يلعب. لا كوني يا ذيبان. زاحف خصمنا يا عيال. عادي تبون اشيلها بيدي وادخلها المرمى عادي ترى. الضيوف لا يستحوذون على الكره كثيرا في هذا اللقاء. تكون الطرف الاقل استحواذا ليس كارثه طالما انك متفوق ومتقدم. وشلون شلون طارت فوق؟ انا سويت ضد ذا الجليتش مرتين وسواه لي مرتين.
ومرة دخل هو مرة لا، وشكلي بعقل معليش يا اخي حقين فيفا ذولي على طول. رافينيا بضربك 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 كذا لين تنعمي. لا جافي ذيبان، معليش اني شككت فيك. شو سوي وجهك دلوع عاد شو سوي؟ ماركوس اكونيا مرجلت رافينيا، حسيت بالخطر. الظاهرة خير ان شاء الله. الضغط العالي يا نجاح قد تصبح فرصة خطيرة. يا رب على التسديدة. سبحان الرحمن فيفا اذا فيفا اذا يبون الجيم حامي خلونا حامي بطريقتهم. مالديني يا شايب. اوه جميل جافي، ما ادري اذا موجود بالمهام سووه لين الحين هو. انا عكست الجمله صح؟ بس ما عليه لاني مركز بالهجمه، لاني مركز ببالدي. لم يتمكن من الحفاظ على الكره رافينيا. كره هدف في هذه اللقطه. خير ان شاء الله. روعتني انت، حسبك مدافع مسكتها. لابس نفسه مسود. ياه في بالي الخلطة هنا لهذا الخصم، يعني خصيصا هذه لك خصيصا ليفاندوسكي هاتريك مدري سوبر هاتريك اللي هو، انا ما يهمني يا عمري. بس بلاش فولنا موضوع رافينيا ذاك شعوه. والله وش ذا المهام. يلا يلا جمع جمع، هذه العودة للألتيميت راح يكون على الأقل عندنا في الأسبوع حلقة واحدة ألتيميت تيم لازم. في الحلقات الجاية بنجرب لعيبة أكثر، ممكن نجرب فيجو، ممكن برضو تجينا باكيجات وترقيات فهمتوا؟ ممكن يجينا فيها لعيبة وزي كذا. إن شاء الله يوم الأثنين راح يكون في ترقيات جديدة فبصورها بإذن الله. طبعا اللي عليهم ملاحظات اللي هو رافينيا، الصراحة مرة عليه ملاحظات يا عيال، فأفكر إني ألعب رودريجو حق الريال. ترى عادي أخذ ثلاث نفس الشباب الباقين، مع إن رودريجو قد جربته ولا عجبني فهمتوا؟ فممكن خيار الـ RW انصحوني يا إخوان، إيش رأيكم؟ أبغى واحد على الأقل في الدوري الإسباني، مع إن ما في إلا رودريجو أصلا. ما في إلا رودريجو ورافينيا، بس ندبرها إن شاء الله. ندبرها اللاعب ماكسيمان ولا لا؟ ما ينفع ماكسيمان. اوه جاني الياو صح، جاني الياو من زمان، كان 3 مليون يوم ما يجيني. 4 مليون. على العموم اذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز بافضل الاسعار واسرع خدمه. فرصتك الان، الحدث قوي مره مثل ما شفت الحظ اللي جاني قبل شوي، يعني الحظ الحمد لله ماشي. فاذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز، اول رابط عندك وفالك جميع اللعبه الكويسين. فبس هذا اللي عندنا، مسلاك والاشتراك ومع السلامه.